إذاعة سلطنة عمان في رمضان. تتحول البيوت إلى جنان، تفوح منها طبائع جديدة جميلة. في رمضان نتحول إلى واحة وارفة المعرفة، متجددة المعاني. نكون محطة استراحة، نكون واحة للصائمين، نتفيأ ظلالها، نقتطف من حكمها وأقوالها، نختار من الكلام أعذبه، ومن الشعر أطربه، ومن الحكم أنفسها، ومن الحكايا أصدقها. واحة الصائمين، واحة الصائمين. الإعداد أحمد بن سعيد الأزكي، التقديم رشا بن شنون البلوشية وأحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. واحة الصائمين. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، قل للمناجي في الدياجي ربه وعليه من غلل الصيام غلائل، يتلو كتاب الله في أوراده فرحا به وهو الحزين الثاكل. يهنيك أن قبلت وسائلك التي هي للمقيم إلى النعيم وسائل، وأن اعتمدت الصالحات مزاوداً وعلمت أن العيش ظل زائل. أبشر بفردوس الجنان فإنها للناسكين مساكن ومنازل. يا شهر الدفقات الكبرى هو ذا موج عطائك يترى. يا شهر أصدقائنا أصدقاء الواحة، من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد أن جعل الصيام وقاية وحماية وتنظيفا للبدن مما فيه من سموم وأدواء. في الصوم صحة للبدن وخلوصه من الأخلاط الرديئة، وفي الصوم أضعاف الشهوات التي تزداد مع الأكل والشرب وإطلاق النظر، فيأتي الصيام ليكسر هذه الشهوات فيحفظ الإنسان جوارحه. إن البدن طوال العام مع العمل يكل ويمل،
وقد تصاب أجهزة الجسم بالآلام والأسقام، والأفضل أن تستريح الأعضاء بعضاً من الأوقات لتستعيد نشاطها وقوتها مرة أخرى. فمن رحمة العزيز العليم أن جعل للمعدة وقتاً تستريح فيه كما يستريح غيرها من الأعضاء. وبامتناع الإنسان عن الشهوات بالصوم المشروع ترتقي نفسه وتسمو روحه، وكأنها تقترب من الملأ الأعلى الذين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزاوجون، فيكون هذا السمو الروحي وكسر حدة الشهوات عاملاً مهماً ليتخلص المرء من حصار الآفات المهلكة. حكمة لقمان. أيها الصائمون الكرام، من خلال هذه الواحة، واحة الصائمين، نطوف معكم وبكم اليوم حول حكمة لقمان وما كان يقوله لولده. من أقوال لقمان الحكيم: إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك. وقال أيضا: ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة: الشجاع في الحرب، والكريم في الحاجة، والحليم عند الغضب. إياك وكثرة الاعتذار، فإن الكذب كثيرا ما يخالط المعاذير. ومن أقواله الجميلة أيضا والتي تحتاج إلى تدبر وتأمل: حملت الجندل والحديد وكل شيء ثقيل، فلم أحمل شيئا هو أثقل من جار السوء، وذقت المرار فلم أذق شيئا هو أمر من الفقر. ومن أقواله أيضا: أحزم الحازم من عرف الأمر قبل وقوعه فاحترس منه. وقال أيضا: احذر الكريم إذا أهنته، واللئيم إذا أكرمته، والأرعن إذا مازحته، والسافل إذا عاشرته. ومن نصائحه لولده: يا بني، إنك لما سقطت من بطن أمك استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت لما استقبلت أقرب لما استدبرت. اعتزل عدوك واحذر صديقك ولا تتعرض لما لا يعنيك. إياك والسؤال، فإنه يذهب بماء الحياء من الوجه. رمضان هذا اليوم، السابع عشر من شهر الصيام. عزيزي المستمع، في السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة الشريفة، وقوع غزوة بدر الكبرى، والتي تمثل أول حرب في الإسلام، والتي كان النصر فيها حليف المسلمين. أما في السابع عشر من رمضان من عام 223 للهجرة، فقد حقق المسلمون النصر على الدولة البيزنطية في معركة عمورية بقيادة الخليفة المعتصم العباسي. في السابع عشر من رمضان من عام 490 للهجرة، عودة الشام إلى التبعية للفاطميين في عهد الخليفة الفاطمي المستعلي بالله، بعد أن أرسل حملة يقودها الوزير الأفضل شاهنشاه لحصار بيت المقدس، بعد أن قطع وليها سقمان بن أرتق الدعوة للفاطميين ودعا للعباسيين. وأخيراً وليس آخراً، ففي السابع عشر من رمضان من عام 709 للهجرة، تنازل السلطان الظاهر بيبرس عن عرش مصر بعد مرور عام ونصف على حكمه. بإيجاز. أيها الأصدقاء، بإيجاز نقدم لكم هذه المعلومات.
ينمو ظفر الإصبع الأوسط أسرع من نمو الأظافر الأخرى، كما أن نمو أظفر الإبهام هو أبطأها. أيام الأسبوع قديماً كان يساوي 10 أيام عند المصريين والفرنسيين القدامى، وثمانية أيام عند الرومان، أما عند بعض الأمم كان يساوي 4 أيام، أما اليوم فهي 7 أيام. يوجد في الجسم البشري 206 قطع عظمية. حيوان نجم البحر هو الحيوان الوحيد الذي يخرج معدته خارج جسمه، سبحان الله. أطلق على البحر الميت هذا الاسم بسبب شدة ملوحته وانعدام الحياة فيه، كما أطلق عليه اسم بحر لوط، وذلك لأن سيدنا لوط عليه السلام سكن بقربه هو وقومه. تنام الزرافة في اليوم الواحد 9 دقائق فقط، مقسمة على 3 مراحل، وذلك بسبب طول رقبتها، كأنها تحتاج وقتاً طويلاً حتى يصل النعاس إلى عينيها. من قصص السلف الصالح. عن الفضل بن موسى قال: كان الفضيل بن عياض لصاً يقطع الطريق، وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تالياً يتلو: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فلما سمعها قال: بلى يا رب، قد آن. فرجع فآواه الليل إلى خربة فإذا فيها قافلة، فقال بعضهم: نرحل، وقال بعضهم: حتى نصبح، فإن فضيلاً على الطريق يقطع علينا. قال: ففكرت وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي، وقوم من المسلمين هاهنا يخافوني، وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع. اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. في واحة الإمام الشافعي. من أقوال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وقال: لا يكمل الرجل إلا بأربع: بالديانة والأمانة والصيانة والرزانة. وقال: العاقل من عقله عقله عن كل مذموم. وقال: من لم تعزه التقوى فلا عز له. وقال: من لزم الشهوات لزمته عبودية أبناء الدنيا. وقال: الخير في 5: غنى النفس، وكف الأذى، وكسب الحلال، والتقوى، والثقة بالله. وقال: اجتناب المعاصي وترك ما لا يعنيك ينور القلب، عليك بالخلوة وقلة الأكل، وإياك ومخالطة السفهاء ومن لا ينصفك. عزيزي المستمع، قبل الوداع نهمس لك بهذه الكلمات عن الشيخ المرحوم بإذن الله تعالى محمد متولي الشعراوي، حيث يقول: لا توجد ألفاظ في لغة البشر تعبر عن النعيم الذي سيعيشه أهل الجنة، لأنه لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على القلب، ولذلك فإن كل ما نقرأه في القرآن الكريم يقرب لنا الصورة وحسب. إلى اللقاء. ها هي خلايا النور قد انبعثت من واحة الصائمين إلى قلوب العابدين لتستقر آمنة مطمئنة. واحة الصائمين، مع تحيات أحمد الكلباني، رشا البلوشية، أحمد بن سعيد الأزكي،
وعلي بن عبد الله العجمي. واحة الصائمين.